وده كان ليه علاقه بصراحه بالتيم الاصليه اللي رجع لها تاني اللي هي تيمه فوق السحاب كده هو الله، لاني قناعاتي وقناعات استاذ هاني وحسين ان في سيناريست اعظم هو الله اللي بيحرك كل مصائر الناس وازاي تتداخل في بعض وتاثر في بعض. وده كان الهم ان انا ازاي اخدك من بدايه العمل لغايه اخر العمل واقول لك فتيجي تقول لي هو ايه فوق السحاب، فالرد اللي انا كنت اقصده من البروم في جمله هو الله بس. يعني دي كانت الدايره اللي احنا بنجري فيها او ماشيين عليها. عشان كده بدات بالقران بصوره مهم عندك عشان كده تبقى معبر عن ده وايه هو الله، لان هو يعني ايه فوق السحاب. المعنى اللي بره هو رغبات كل الناس في مصر ان يطلع فوق السحاب بالكلمه الدارجه، وكل واحد وفقا لمفهومه اللي هي السعاده القصوى. يعني ده عايز فلوس كتير قوي عشان يطلع فوق السحاب، ده عايز حاجات سواء سلبيه او ايجابيه عشان يطلع فوق السحاب، ده عايز اراضي عمارات واتيفر، كل واحد وفقا لمفاهيمه عشان يوصل للسعاده القصوى قوي انه يطلع يقول لك هطلع فوق السحاب. المعنى الضمني اللي كان بالنسبه لنا هو ان اللي فوق السحاب بصوره ذهنيه هو الله. دايما لما تحب تقول ربنا تبص لفوق، ودايما انت عندك احساس وهاجس ان السحابه اللي فوق دي اللي فوقيها هو ربنا. وعشان كده حتى لما استخدمنا في الجرافيك السحاب انا ما صورتوش من تحت، انا مصوره من فوق على ايه هو الله، على كلمه هو الله. وده رغبتنا ان في اصل الموضوع انا هاخدك للسعاده القصوى. انت فاكر ان السعاده القصوى في النساء او الفلوس او 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 او، لا احنا هنكتشف في الاخر خالص هي السعاده القصوى هو الله.